في 19 من أبريل الماضي اعتقلت السلطات التركية مواطنين من أصول عربية ادعت أنهما متهمان بالتجسس لصالح دولة الإمارات. أحد المتهمين كان زكي مبارك مواطن فلسطيني نشرت السلطات التركية صورته باعتباره متهما. فهو حكالي في هذا اليوم ماذا قال اللي هو تم اعتقاله فيه، حكالي أن أنا حاسس أن في إشي مش مزبوط حوالي، يعني الناس اللي راح بده يشتغل معاهم بالأحرى حس أن في خيانة منهم، أن هم ناس بدهم يعني كذابين، في وراهم سيناريو، في وراهم فيلم، القضية مش قضية تجارة. عقب اعتقاله مباشرة شعرت أسرته أن شيئا مريبا يجري. وتحرك يا سفارة، وتحرك يا سفير، ممكن الأتراك يقتلوه عشان يخفوا خيبتهم ويخفوا انهم امن خايف. سعت الأسرة لمتابعة القضية وحاولت دخول تركيا للحضور معه، لكن السلطات التركية رفضت منحهم تأشيرة الدخول. وانا كنت خايف لما رفضوا يعطوني الفيزا، وكل يوم يقولوا لي بكرة وبعده، انا كنت خايف ونشرت مقطع فيديو حشعرت انه ممكن يقتلوا اخوي بالسجن عشان يخفوا معالم الحقيقة. كان من الواضح ان اعتقال زكي ورفيقه مجرد قصة مفبركة من السلطات التركية لابتزاز الامارات في صراع اردوغان مع المحور العربي المناهض لتدخل تركيا وأتباعها في المنطقة. مطالبات الأسرة بالكشف عن التهم الموجهة إلى زكي مبارك بالتحديد وإصرارها على حضور المحامي الخاص بها التحقيقات معه كانت تهدد مخطط تركيا بالفشل، فأعلنت فجأة انتحارها كي لا يكشف فبركتها للقضية برمتها. أنا شايف أنه أبي راح كبش فداء لإشي أكبر من هيك، انه التركيين بدهم يخبوا على خيبتهم، يعني ما قدروش يثبتوا عليه ايش، وكان حيطلع في محكمه كفاله يوم الاثنين، والمحامي اكد ان الوالد متفائل وان شاء الله حيطلع يوم الاثنين او الثلاثاء، وفجاه نعرف انه يا اخو ينشروا خبر انه تم الانتحار. فيعني تدخلش راس اي واحد انه يشتغل انهم بيستغفلونها، يعني احنا مش في الغباء هذا. صدم الخبر الاسره ولم تصدقها، فزكي مبارك كان سيخرج بكفاله من سجنه بعد 3 أيام فقط من اعلان الانتحار المزعوم. انه السجين لا يتم تمكينه من اي ادوات حادة، لا معلقة ولا سكينة ولا رباط حذاء ولا رباط بنطال كما زعم وقيل في وسائل إعلام سيئة السمعة والصيت والذكر التي أرادت تشويه سمعة الشهيد المغدور الدكتور زكي مبارك، قضية مقصودة ومتواصلة حتى لا تظهر الحقيقة. كان زكي مبارك مجرد مواطن فلسطيني ذهب إلى تركيا بحثا عن لقمة العيش، لكنه راح ضحية المخابرات التركية التي استخدمته في حروبها القذرة. مواطن فلسطيني بدور على لقمة عيش كريمة، بده يحسن دخله، بده يحسن وضعه، وسمع ان تركيا فتحت للفلسطينية وان هم بيقدموا تسهيلات. نحن هنا هاي في غزة سمعنا كمان الكلام هذا، وشفنا شباب كتير هاجرت وراحت، ولكن للأسف كله يعني كلام فاضي، يعني ما شفناش حدا هناك راح هناك الا انه هو يعني انصاب، واللي انحبسوا واللي انفقدوا واللي مش مبينين يعني، واللي لقوه على البحر بعد 15 يوم محلل جسده. ما زال زميل زكي مبارك المواطن الفلسطيني سامر سميح شعبان في قبضة الأتراك، وتتخوف أسرته من أن يلقى ذات المصير. أنا مخوفني على ابني ألاقي مصيره متمسير زميله،